مرحبا بأبنائي وبناتي في هذه الحصة التي سنخصصها في هذا اليوم لإنجاز فرض كتابي في دروس الوحدة السادسة، المجال الثقافي والفني. إذن بالنسبة لهذه الحصة ستتناول محاور أساسية في إنجاز الفرض الكتابي في الوحدة السادسة. إذن بالنسبة لهذه المحاور هناك أسئلة القراءة، ثم أسئلة الدرس اللغوي، ثم هناك التعبير والإنشاء. إذن النص الذي سأقترح عليكم بعنوان شاعر مستفز، شاعر مستفز. إذن أول ما ينبغي أن نبدأ به هو قراءة النص ومحاولة استيعاب النص، لأنه هو المجال الذي سنشتغل عليه. إذن شاعر مستفز: قابلني في الطريق شويعر يحمل في يده صحيفة، وكنت ذاهبا إلى موعد أجد الوفاء به واجبا، ففرض علي أن ينشدني قصيدة من طريف شعره، كاشفته بأمري فأبى، فانتحى بي ناحية وأنشأ يترنم بأبيات القصيدة، وأنا أشعر كأنما يجرعني قطرات من السم، وكان ينظر إلى وجهي كلما انتهى من البيت ليعرف وقع شعره في نفسي، حتى أنشد 50 بيتا. وقف صاحبنا وقال: هذا هو القسم الأول. فقلت: وكم عدد أقسامها يرحمك الله؟ قال: 10. قلت: إن شعرك قبيح، وأقبح منه طوله، وأقبح من هذا وذاك أن تسأل ناقدا سماع شعرك دون موافقته. إبراهيم شمس الدين، مرجع الطلاب في الإملاء، دار الكتب العلمية، بيروت، صفحة 207 بتصرف. إذن الآن ينبغي أن نلقي إطلالة على الأسئلة. إذن في البداية سيطلب منا أن نحدد علاقة العنوان شاعر مستفز ببداية النص. هل هي ترابط وانسجام، أم تنافر وتضاد، أم تفسير وتوضيح؟ إذن للإجابة على هذا السؤال لابد أن نعود إلى بداية النص، لأن هي البؤرة المطلوبة إذا لاحظتم معي، ونعود إلى العنوان الذي هو شاعر مستفز، ثم نحاول إيجاد العلاقة بين هذين العنصرين. طيب، إذن لاحظوا معي السؤال الثاني، سنحاول شرح الألفاظ حسب سياقها في النص. هناك اللفظ الأول: كاشفته. إذن لشرح الكلمات لا بد من العودة إلى النص، لا يمكن أن نشرح الكلمة معزولة من السياق. إذن لاحظوا معي حسب ماذا؟ حسب سياقها في النص. كاشفته ويجرعني. ثم السؤال الثالث: صغ أو صغي، في عبارة مركزة، الحدث الذي دفع المتكلم إلى الاحتجاج على الشويعر. إذن سنحاول أن نفهم النص لنعرف السبب الذي أو العبارة التي تدل على السبب الذي دفع المتكلم أو السارد، أو نعتبره هنا في النص ناقدا، إلى الاحتجاج على الشويعر. طيب، ثم نستخرج من النص عبارة تدل على تضايق السارد من الشويعر، ثم بعد ذلك سنبرز قيمة من قيم النص، ثم نستدل عليها بما نراه مناسبا. إذن القيمة لا بد من تسميتها، لا نذكر القيمة، لا نسمي القيمة بالمجال، وإنما نحاول تسمية القيمة. إذن قيمة من قيم النص، ثم نستدل عليها بما يناسب. نعم، إذن القيمة سنكتب ما هي القيمة الموجودة في النص، ثم ما الذي يدل عليها من خلال النص. إذن ما يدل على القيمة في النص يمكن أن يكون من منطوق النص، ويمكن أن يكون من مفهوم النص، يعني نفهمه من خلال سياق الأحداث. طيب، لو كنت مكان الناقد ماذا كنت ستفعل؟
وضح. لاحظوا معي الحيز الذي خصص لهذا السؤال نقطتان، لماذا؟ لأنه سؤال مهم، يعني ستبرز ماذا كنت ستفعل، ثم ستوضح لماذا ستفعل هذا الذي تقترحه. ثم نمر إلى الدرس اللغوي. بالنسبة لأسئلة الدرس اللغوي سيطلب منا أن نضبط بالشكل التام الكلمات التي تحتها خط في النص، ثم ننقل الحركات هنا. إذن إذا لاحظتم معي الكلمات التي طلب منا شكلها لابد أن تعكس مضمونا من مضامين النص، ثم نستخرج من النص جملة فعلية فعلها متعد إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. يعني هذا الاستخراج كذلك ينبغي أن يعكس أو لابد أن يعكس الدروس التي رأينا. طيب، إذا هنا هذا السؤال، تأمل أو تأملي الجمل الآتية ثم املأ الخانات أو خانات الجدول أسفله. وقف صاحبنا، قيل الشعر، يعاقب المذنب. إذا سنحاول من خلال هذه الجمل أن نستخرج الفعل المبني للمجهول، انتبهوا جيدا، الفعل المبني للمجهول ونائب الفاعل. ثم الإعراب، بالنسبة للإعراب سنعرب ما تحته خط في الجملة الآتية إعرابا تاما، أعلن الناقد الشاعر الموعد قريبا. إذن كل تلك الكلمات التي وضعت تحتها أو وضعت تحتها سطر ينبغي أن تعرب. إذن الشاعر والموعد وقريبا. طيب، ثم نصل إلى المجال الأخير هو مجال التعبير والإنشاء، والحيز الذي يأخذه هو 6 نقط. إذن لماذا تصرف أو عفوا لما تصرف الناقد مع الشاعر بتلك الطريقة أحس بندم شديد على ما فعل، فأراد أن يكتب له رسالة اعتذار على ما صدر منه من إساءة. وسبق أن رأينا أن من الأغراض التي تنشأ من أجلها الرسالة هناك غرض الاعتذار. إذن سنكتب رسالة اعتذار مسترشدين بما تعلمناه من كتابة الرسائل لأغراض معينة، موظفين الدروس اللغوية التي درسنا، اللازم المتعدي، الفعل المتعدي إلى مفعولين أصله مبتدأ وخبر، والفعل المتعدي إلى مفعولين ليس أصله مبتدأ وخبرا، والفعل المبني للمجهول. طبعا هذه توظيف هذه الظواهر لا ينبغي أن يكون هو الشغل الشاغل، وإنما إذا وظفناها ينبغي أن نتأملها فقط. طيب، إذن على بركة الله سنحاول المرحلة الثانية، هي أن نبدأ في الجواب على الأسئلة. إذن كما سبق أن رأينا أن الأسئلة فيها يعني أسئلة في مجال القراءة، وأسئلة في مجال الدرس اللغوي، وأسئلة كذلك في مجال التعبير والإنشاء. إذن السؤال الأول الذي سبق أن رأينا هو علاقة العنوان ببداية النص. إذن علاقة العنوان ببداية النص، إذا لاحظوا معي العنوان، شاعر مستفز قابلني في الطريق شويعر. لاحظوا معي شويعر، وهذا تصغير، والتصغير من أغراضه هناك الاحتقار، أحيانا تحتقر أحدا ما فتصغر اسمه أو صفته. إذن شويعر يحمل في يده صحيفة، وكنت ذاهبا إلى موعد أجد الوفاء به واجبا، ففرض علي أن ينشدني قصيدة. إذن شاعر مستفز، إذن ما الذي يبين أنه مستفز؟ لأنه يوقف السارد أو يوقف الناقد ويحاول أن يعرض عليه أن يقدم له خدمة معينة، ولذلك اعتبر مستفز مستفزا. إذن هذا تفسير وتوضيح. إذن علاقته أو العلاقة بينهما تفسير وتوضيح. طيب، إذن الشرح، لاحظوا معي، كاشفته بأمري فأبى. كاشفته أي صارحته، إذن من المكاشفة. المكاشفة يعني القول الأمور بشكل صريح. يجرعني، لاحظوا معي، كأنما يجرعني قطرات من السم. إذن يجرعني يعني يشربني رغم عني. طيب، إذن الآن سنحاول أن نصوغ الحدث الذي دفع السارد للاحتجاج على الشويعر. إذن
الحدث الذي دفعه للاحتجاج هو طلب ماذا؟ من؟ طلب يعني الشاعر من السارد ماذا طلب منه؟ أن يستمع إلى شعره دون تقدير ماذا؟ دون تقدير ظروفه، دون تقديره، تقدير عفوا ظروفه. إذن العبارة الدالة على تضايق السارد، لاحظوا معي، وأنا أشعر ماذا؟ كيف يشعر؟ أشعر كأنما يجرعني قطرات من السم. إذن أشعر كأنما يجرعني عفوا يجرعني قطرات من السم. إذن هذه العبارة تدل على التضايق. إذن القيمة، القيمة يمكن أن نستفيدها بشكل مباشر ويمكن أن نستفيدها من المعنى الكلي للنص. إذن القيمة هناك قيمة الاحترام مثلا، ما الذي يدل عليها؟ قيمة الاحترام، إذن قيمة الاحترام الذي يدل عليها هو ماذا؟ هو أن الشاعر أو الشاعر لم يحترم، نعم، الحالة التي يوجد فيها من؟ الناقد. إذن القيمة يمكن أن تحضر بشكل إيجابي أو بشكل سلبي، لكن نحن ينبغي أن نضمن هنا فقط القيم الإيجابية، لا ينبغي أن نضمن القيم السلبية. طيب، إذن السؤال الموالي، لو كنت مكان السارد، لو كنت مكان السارد ماذا كنت ستفعل؟ ووضح. إذن لو كنت مكان السارد لا استمعت لشعري الشاعر و وسأقول له كلاما لبقا حتى لا يحس بماذا؟ بالإهانة. ينبغي أن يكون الإنسان لبقا وهو يتعامل مع الآخرين. طيب، إذن السؤال الموالي، سيطلب منا في مكون التعبير، عفوا في مكون الدرس اللغوي، أن نضبط هذه الكلمات المسطر تحتها بالشكل التام. إذا لاحظوا معي، وذلك أن تسأل من؟ ناقدا سماع. لماذا ناقدا سماع؟ لأن تسأل تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا. إذا ناقدا سماع مفعول به أول، مفعول به ثاني. إذن ناقدا وسماع، لاحظتم؟ إذن المطلوب في السؤال الثاني جملة فعلية فعلها متعد إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. إذن لاحظوا معي هنا عفوا وكنت ذاهبا إلى موعد أجد الوفاء به واجبا. إذن لاحظوا معي، أجد الوفاء به واجبا. إذن المفعول الأول أو المفعول به الأول هذا، المفعول به الثاني هو واجبا. إذن هذا فعل من أفعال اليقين ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، الوفاء واجب، إذن إذا عزلناها من الجملة. طيب، إذن الآن سيطلب منا في هذه الجمل أن نضع الفعل المبني للمجهول ونائب الفاعل. إذن لاحظوا معي هنا، وقف صاحبنا، هذا فعل، هل هو مبني للمجهول؟ إذن الفعل الماضي إذا أردنا بناءه للمجهول سنضم الأول ونكسر ما قبل الآخر فنقول وقف، لكن هذا فعل مبني للمعلوم. إذن الجملة الأولى لا يوجد فيها فعل مبني للمجهول ولا يوجد فيها نائب فاعل، إنما هذا فاعل، انتبهوا جيداً.
إذا قيل الشعر، إذا لاحظوا معي هنا قيل الشعر، إذا هذا فعل مبني للمجهول لأنه لأن أصله عند البناء للمعلوم هو قال، هو فعل أجوف. ماذا نفعل إذا أردنا أن نبنيه للمجهول؟ يعني نقلب الألف ياء ونكسر الحرف الأول. إذا فقيل هنا هو الفعل المبني للمجهول. نائب الفاعل هنا هو إذا لاحظتم الشعر. يعاقب المذنب، إذا لاحظوا معي هذا فعل ماض، هنا فعل مضارع يعاقب المذنب. إذا إذا أردنا أن نبني الفعل المضارع للمجهول فإننا ماذا نفعل؟ نضم أوله ونفتح ما قبل آخره، ما قبل آخره. إذا فماذا نقول؟ كانت هنا يعاقب فأصبحت يعاقب، يعاقب. أو نفتح ثانيه ونفتح ما قبل آخره، فنقول هنا يعاقب ثم هنا من يعاقب؟ إذن المذنب. طيب إذن وصلنا الآن إلى سؤال الإعراب. أعلم الناقد الشاعر الموعدة. بالنسبة لهذا الفعل هو من الأفعال التي تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، أعلم وأرى وخبر إلى غير ذلك. إذن لاحظوا معي إذا كان هذا فعل وهذا فاعل، هذا مفعول به أول، إذن مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره أو في آخره، وهذا مفعول به ثاني، وهذا مفعول به ثالث. نعم، إذن سنحاول أن نطلع على هذه الأجوبة يعني على الشاشة إذا تابعتم معي. عفوا، إذن قلنا عن علاقة العنوان ببداية النص، علاقة تفسير وتوضيح. بالنسبة لشرح الألفاظ يجرعني، عفوا كشفته ويجرعني، كشفته كنت واضحا في الرد على طلبه، يجرعني يشربني سائلا يصعب تحمل مذاقه. وبالنسبة لصوغ عفوا العبارة في عبارة مركزة، الحدث الذي دفع المتكلم إلى الاحتجاج على الشعير هو إرغام الشاعر على الاستماع لشعره رغم طلبه أن يعفيه من ذلك. استخراج من النص عبارة تدل على تضايق السارد من الشعير، إذن هذه العبارة وأنا أشعر كأنما يجرعني قطرات من السم. نبرز قيمة من قيم النص ثم نستدل عليها بما نراه مناسبا. القيمة هي الاحترام، ما يدل عليها أهمية تقدير ظروف الآخرين واحترام مشاعرهم أو احترام المشاعر بشكل عام. لو كنت مكان الناقد ماذا كنت ستفعل؟ وضح أو وضحي. إذا لو كنت مكان الناقد لقدرت إبداع الشاعر الذي طلب مني شخصيا أن أستمع إلى إبداعه، لأن ذلك يتضمن إعجابا بقدرتي على نقد الشعر وتقويمه، ولذكرت له النقائص التي تعيب شعره بنوع من الأدب. إذن نضبط بالشكل التام الكلمات التي تحت خط في النص ثم ننقل الحركات هنا. إذن تسأل ناقدا سماعة، إذا لاحظتم، ثم نستخرج من النص جملة فعلية، فعل ومتعد إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، أجد الوفاء به واجبا. تأمل الجمل الآتية ثم ملأ خانات الجدول أسفله. وقف صاحبنا، قيل الشعر يعاقب المذنب. إذن قلنا بالنسبة للجملة الأولى لا تتضمن فعلا مبنيا للمجهول ولا تتضمن كذلك نائب فاعل. والجملة الثانية قيل الشعر، يعني قيل هي المبني للمجهول ونائب الفاعل هو الشعر. والجملة الثانية أو الثالثة عفوا يعاقب هو الفعل المبني للمجهول ونائب الفاعل هو المذنب. بالنسبة للإعراب كما سبق أن رأينا،
إذن الشاعر مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، والموعدة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، وقريبا مفعول به ثالث منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. نعم، إذن بالنسبة للتعبير والإنشاء سبق أن شرحنا هذه الوضعية. لما تصرف الناقد مع الشاعر بتلك الطريقة أحس بندم شديد على ما فعله أو على ما فعل، فأراد أن يكتب له رسالة اعتذار على ما صدر منه من إساءة. اكتب أو اكتبي رسالة اعتذار مسترشدا بما تعلمته من كتابة الرسائل لأغراض معينة وموظفا الدروس اللغوية التي درست، إذن هي التي سبق أن تحدثنا عنها. إذن العناصر التي ينبغي أن نستحضرها لا بأس أن نذكر بها، إذن الاستهلال، إذن العناصر الثانوية، الاستهلال، المدينة والتاريخ، المرسل إليه والمرسل. العناصر الأساسية الفقرة الأولى التحية، الفقرة الثانية موضوع الرسالة والاعتذار، والفقرة الثالثة الخاتمة. إذن هناك نموذج للرسالة أقترحه عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. العيون في 2 مايو 2020. صديقي الفاضل الشاعر عبد الله، أبلغك تحياتي الأخوية وسلامي العاطر، راجيا من الله عز وجل أن تصلك رسالتي وأنت تنعم بموفوري الصحة والعافية. وبعد، لقد أحسست بندم شديد لما عاملتكم بتلك الطريقة غير اللائقة، لذلك ارتأيت أن أكتب لكم هذه الرسالة لأعبر لكم عن التقدير والاحترام الذي أكنه للشعراء والمبدعين، ولأذكركم بالظروف التي كنت أمر منها في الوقت الذي عرضتم علي إبداعكم. وفي الختام، تقبل مني صديقي العزيز اعتذاري على الإساءة، وأطلب منكم تحديد موعد نتفرغ فيه لسماع شعركم والاستمتاع بذلك. صديقك أحمد. إذن بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية إنجاز هذا الفرد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء.